احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شاده بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن، دي حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شوية فلوس بره وشوية جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصة تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. يا حبيبي بقول لك يا ام نصب ايه؟ عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي، عمل الكليب واحد اتعرض مرة وتشير. شلي سكر خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط نجح، نعمل لها التاني. انا اللواء الشديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه مداوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. في مصيبة بره. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الأداب؟ لا مش بوليس الأداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين. ومجدولين ومنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شوية. علينا مبلغ لا يذكر، حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. أنت اسمك إيه؟ فرج. يا فرج، هات الجسترينج بتاعتك. جسترينج، جسترينج، مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حته حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. بتلبسه فين ده؟ ها؟ بتلبسه فين ده؟ في العضل. ها هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جوري بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل حضرتك. جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. يا دياببي، أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. وأديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم.
انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد، والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا عندنا الحقيقة، احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. إيه؟ يا أم إبراهيم؟ إيه؟ أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا أصل النهاردة أصل نص يوم، يعني بنشتغل بنص القوة بس يعني. شوية شغل كده، يلا يلا. أيوة شوية شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني. صلاة النبي، شوف النار طالعة إزاي؟ شوف النار. كمان شوية نار حلوين. أيوة. بس 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 كويس أوي. يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم، التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر. حاجه زي كده. ده بقى يا باشا، ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعة. ده مصنع هنداوي للدخان، ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل الكيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان دخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. كيوي مليانة كيوي، تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تيجي صور يا فندم. تيجي صور بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم، في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوة يا فندم. بطلع لك معزة صغيرة، تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. قطع البطة كده حتت حتت بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت. مين دول يا ابو مش عارف؟ احنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الارض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت في ايه؟ هات ايدك. انت عارف ايه؟ باز يا حلمي.
يا استاذ حمدي؟ حالتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا، بشويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع، ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم؟ اشعه؟ اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيصلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو على الحل. حبيبي يا هاشم. أنا مهجة النشار حرم المرحوم عطية أبو سيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده. لازم تجمدي. انا اجمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني هو كان غلط كده بس. الله يرحمك عطيه. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطيه كالرجوله كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه. والله بس شهادة لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي. والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا. والله كان يحب كلمة طاطا دي قوي بدلعه. طاطا اخبارك ايه طاطا؟ وهو بقى يقول لي يا ميحة كان انا محسن. قولي ازيك يا محسن؟ محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جيت طاطا راح طاطا جيت كانت فاحل انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم. قهوه 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 ولا بيه؟ بيره ساعه. محسن بيه هنداوي سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا. انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها. انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو. عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عزم من عطيه. أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن نفسي أوي. لا 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 أنا عايزك تبقي مؤمنة كده. لازم تكوني مؤمنة. لا 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 أنت بتعذبيني. كده أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفع عزة؟ ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه كان جدع وصاحب صاحبه. والله عمره ما كان مليم على حد.
عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابل من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ يا طير الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عزه غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانوية بتاعته النهارده، ميت من سنة. ميت من سنة؟ أمال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول أصحابي الأنتيم، ما بخبيش عنهم حاجة. لا أصل ده موضوع عائلي، لازم نتكلم فيه على انفراد. أوكي يا مهجة، إحنا هنمشي بقى يا روحي. أوروفار. أوروفار يا روحي. أورفار، مع السلامة، مع ألف سلامة، مع السلامة. بنت حلال يا بنت. باي يا روبي، ميرسي. بونوي. بونوي. رافض عينيا يا باشا. هات لنا بقى إزازة تانية عشان شكل القعدة كده هتطول شوية. ها؟ عينيا يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي آخد معاك صورة؟ أوي. أجيب الموبايل من جوه؟ أوي. الله يخرب عقلك يا طاطا. سنة ميت. ولد عايز ايه؟ شوية بقى يا باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها؟ يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع أوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم، اقدر اقول لك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزه افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل إن سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونة وقلت الأدب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانة ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شوية. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهاردة؟ اشمعنى انا يا محمد؟ لا الحكومة عايزة تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعته لي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه. سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، فستان قصير، ورجليك طالعه زي البنور.
هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوه هنا في بلوه. تعال شيل من هنا تعال شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا. وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رأفت. يا باشا اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا عنك انت. ايوه عارف رجل الاعمال لما تجيله فرصه لازم يثبت فيها يمسك فيها بارد ما سيبهاش. ما سيبهاش ابدا. يا سلام. مش نوم ولا حاجة عشان متهيألي. بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. سيدك سيدك ولابس بدلة فوزي. بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ ايه لعبة؟ يلا لا 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 ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع.
لحتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. إيه وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. ايه على البوكسر ده؟ ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا حاجه بقى مش هسيبك. القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع موجة هنا. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء وناخد عنبايه صفر، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء وواحده صفراء، ها؟ وناخد ايه، واحده صفراء وواحده حمراء كوكتيل. وايه هم يا ماما؟ اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تاكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي. ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، انا خد دي هدايا الموجه هاني. اتفضل. سلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدين. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان ما نضيعش شوية. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له أنت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت، اتفضل امشي من هنا. أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضه ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت! تعالي! يلا! طلعوه بره! محسن بيه، ده ايه المفاجأة الحلوة دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 معقولة، ده رب عيالي النهاردة يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعة السرير وأكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا بره. بره. طب ثانية واحدة. بره. ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا، امسك دي. صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة، ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. Ha ha ha!
لطفي لطفي استنى يا لطفي لطفي استنى يا لطفي لطفي خلاص يا محسن باشا خلاص يا مهجة هانم اتحلت ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة انا مش ممكن اشارك الحيوان ده استني بس والدمج ده فايدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض والقرض لن يقل عن مليار ومئتين مليار ومئتين عبد الحميد الانفوشي ده هو راجل اعمال بجد عمره ما تعثر البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون يا سلام يعني في الثانيه 75 جنيه في الثانيه 75 جنيه يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا السلام عليكم اهلا 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 يا باشا مهجة هانم النشار دي فرصه سهيه اهلا وسهلا في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه محسن هنداوي عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره اهلا مدام فنكوشي اهلا وسهلا انتوا متجوزين لا احنا يا دوبك شركاء في الفيلا بس معقول انا بص الواحد زي دي تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر تعالى احنا نقعد يلا اتفضلي اتفضلي يا هما قبل ما تتفرجوا على القصر على فكره انا بحب الانفوش جدا لما بروح اسكندريه ما بقعدش غير في الانفوش انا لما بروح الانفوشي بانفش انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده صدق بالله يا حاجه لا اله الا الله انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك ولا وانت بتاخدي دواء الضغط الضغط انا اللي علي احساسا بيكي ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور محسن بيه ايه ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا انا مش شايف حد غيرك طب ومهجة مهجة ممكن مين؟ ممكن مين؟ مالك أو ليه؟ قولي بقى إيه رأيك في القصر عجبك؟ عجبني ودي عايزة كلام وعجبتني صاحبة القصر أمال إيه؟ أنا كنت فاكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك هلاك عطيات أنت بتعمل إيه يا راجل أنت؟ بعمل لها تنفس صناعي اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني وسخاتك دي تعملها بره البيت ده بيت محترم بقول لك ايه اتكلمي في النص اللي يخصك النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه وبعدين انا مش هبيع بقى عايزه تبيع انت احنا نشتري انتوا مين انتوا انا وقطعيته خطيبتي مش كده قطعيته قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات انت اتجننتي اسمع يا عبد الحميد دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا يا جماعة صلوا على النبي اللهم صل عليه انا مش شايف اي خلاف بينكم انتوا تقريبا متفقين على ايه على الدمج على ايه انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها رأيي ان احنا نعمل اول واكبر واضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الاوسط خد بالك يا حاج عبد الحميد؟ طبعا بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل الاكل يبرد ولا ايه يا موة الكابوريا المخليه دي بقى مزاجها عندها عطط
عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت، ها؟ وانا هشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامل. فتفتيها له بقك واديها له عشان سنانه، ها؟ اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كان على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على مستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا وريه يا شرشوح. انت احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت. انا اللي غلطان يا بارع انت، ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا، عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا، انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا، يلا. الجو هادي الظاهر، انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا عداوي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيلة. ده الحاج شبانة أبويا. أهلا الحاج. والحاجة طبعا. أهلا الحاج. ودي أختي. أهلا وسهلا. وده جوز أختي. ده جوز أختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت أختي. والواد ده بقى أشرف أخويا الصغير. أخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام، زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى، خد الحاجة واتكل على الله. يلا يا حاج. يلا أولاد، يلا أولاد، يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل. يلا بدايه. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هتشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط، احنا مش مخطوبين لبعض. لا مؤاخذه يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوه. معلش، خد يا عم شبانه تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعالى خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه.
بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها تروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول، ولما جه معاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج، ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بينده عليكي. حاضر. عايز الصايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتطير علينا؟ روح اطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا، روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حلو، يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك، انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كوين غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجه، خش البيت اللي جوه دي، اقعدي معاها شويه عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجاه اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مره امسك ايديها. هو انت طول التسع سنين خطوبه ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع، انت سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني تسع سنين ما امسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما بعملش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس، اقعد. انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضان كده على طول. على طول ازاي؟ لازم يسخن الاول، ها؟ يدخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني، ها؟ انت مش سلوح ليه كده؟ ده خليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري. بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟
حرمت عليك عيشتك اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انتي. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه داري كده؟ هو انا داري كده. طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع انا هخش انا وموجه في الاوضه وانت حتى هاني اقعد بره هنا. شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطل الاوضه على الفاضي. ها بص اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وابعت لي تهاني. يا ليله سودة رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في اجره. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه؟ زي ما فهمتك. حاضر. يلا يلا يلا. اوعى تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده. لو خدت الشريط كله هتجيبوا عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ها؟ ايد بطاله وايد شغاله. يعني مش خد بالك؟ تهاني بصي بصي يا حبيبتي. انت كلي كلي انت كشي لو انتوا الاثنين هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده انت خد بالك انت كده انت كده ريري تيجي تيجي تعمل ايه؟ سخنة قوي. ها كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ ها قصة يعني عيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. نعم أؤمر يا محسن بيه. أنا عامل إضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. إضراب؟ أيوة. اشمعنى أنا اللي مش هعمل إضراب؟ أي حد بيعمل إضراب بيبقى له طلبات. إيه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزة. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي أنا معلم عليه بالقلم الأحمر. من حق أي مسجون متزوج أن يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنة. أنتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن. أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هوقف إيه المانع عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب أنا بحملكم المسؤولية كاملة. أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان. هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي. هوصلها للأمم المتحدة. هبلغ أوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. أنا بعمل حاجات ما عملتهاش من أيام ما كنت في الإعدادية. إيه؟ حرام من أيام ما كنت في الإعدادية. ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه. انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح. رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. الظاهر انها تسويه شمع. كان لازم الدوله تعمل كده. كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده ده مش مجرد تصالح. ده عبور اقتصادي لان الاقتصاديات بتاثر على الصلاحيات في السكاس مستكيتس. هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا هنا موقف احمد حلمي.
اتفضل.